تحياتي ليك يا كابتن فاروق، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا تحياتي للكابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن عادل عبد الرحمن. اكيد مباراه هامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه الاهلي والمقصه، وهي اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه للفريقين، لكن بالتحديد بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيحاول من خلال هذه المباراه انه يرد اعتباره بعد الهزيمه الاولى ليه في الدوري امام فريق مصر المقاصه منذ حوالي شهر ونصف، ويمكن كانت هزيمه مفاجاه بالنسبه للنادي الاهلي في ظل سيره في مباريات الدوري بشكل جيد. وطبعا احنا عارفين مباريات الاهلي والمقاصه دايما بيبقى فيها نديه قويه جدا، خصوصا فريق مصر المقاصه احد الفرق المميزه. لكن خليني ايضا اقول لك ان الظروف يمكن متشابهه ما بين مباراه اليوم والمباراه السابقه. يمكن المباراه السابقه فريق مصر المقاصه كان ماشي بشكل يمكن مش جيد في بطوله الدوري، لكن قدر ان هو يستفيق على حساب النادي الاهلي، لكن منذ فوزه على النادي الاهلي لم يستطيع تحقيق اي انتصار في بطوله الدوري وايضا في بطوله الكاس طبعا في بطوله الدوري، فبالتالي ما قدرش ان هو يحقق انتصارات عشان يواصل مشواره في بطوله الدوري. يمكن نفس الامور متشابهه طبعا خلال الفتره دي، نتمنى ان شاء الله ان هي ما تبقاش متشابهه في كل شيء، نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحقق الفوز النهارده على فريق مصر المقاصه. لكن خليني بالتحديد نبتدي بتشكيل النادي الاهلي النهارده. كابتن فاروق في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه الرباعي خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، سعد سمير، واحمد فتحي، في نص الملعب حسام عاشور وعمر السوليه، امامهم ثلاثي جونيور اجاي، عبد الله السعيد، ميدو جابر اللي بيستمر المباراه الثانيه على التوالي بعد الاداء الجيد في المباراه الاخيره امام فريق طلع الجيش، وايضا المهاجم الوحيد وليد ازارو. بالنسبه لدكه البدلاء خاصه بالنادي الاهلي واللي اختارها كابتن حسام البدري لهذه المباراه، شريف اكرامي، محمد هاني، وليد سليمان، اسلام محارب، مروان محسن، واحمد حمودي، وهشام محمد. ده اللي اختاره كابتن حسام البدري فيما يخص التشكيل الاساسي والتشكيل الاحتياطي. بالتالي تم استبعاد صالح جمعه طبعا العائد لقائمه النادي الاهلي مكونه ب 22 لاعب مش متواجد في قائمه ال 18 الخاصه بهذه المباراه، لكن اكيد تواجده او لمجرد تواجده في قائمه النادي الاهلي في معسكر هذه المباراه كبدايه بالنسبه لصالح جمعه للعوده ان شاء الله للمباريات الرسميه مع النادي الاهلي، هو اكيد لاعب مهم جدا ان شاء الله هيكون اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفترات المقبله. خليني ايضا اتكلم عن التشكيل الخاص بفريق مصر المقاصه. في حراسه المرمى محمود حمدي رقم 16، احمد سامي رقم 4، أحمد مودي رقم 2، مصطفى شبيطة رقم 14، صلاح ريكو رقم 7، إيريك تراوري رقم 28، باولو مفوافي أحد اللاعبين المميزين طبعا رقم 11، جون أنتوي لاعب النادي الأهلي المعار رقم 29، صلاح عاشور رقم 10 وهو لاعب جديد بالنسبة لفريق مصر المقاصة ولسه منتقل حديثا من نادي الزمالك، محمد طيب يمكن زمان